موضوع حلو يا الربع. اي عطنا موضوع حلو. والله موضوع حلو. يلا مستريحي مستريحي. حلوة جميلة. طيب اسلم وسلم لي على عندنا طول عمر شخص من حائل. إيه؟ عندنا شخص طول عمر من الطائف. عندنا شخص من وادي الدواسر. عندكم شخص من حلو. تجلس وتمشي. ترى اللي ما احب حركة الوادي والله. أنا أعرف يا رجال. استرح 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 بس 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 استرح. ايوه خلي ارجع وانا ما احب الحركة. اجلس استريحي. بسم الله الرحمن الرحيم. حوار هادي بدون مقاطعات. الحين صارت جمعة. صارت جمعة توني وصلين عصر. جلسة هدوء. اسلم ابو سؤال. كل واحد يسترسل بالشيء المفيد يعني. ها دايم وش طقوسكم؟ إذا ما عندك طقوس عادي كل اللي بعد. حلو. وش طقوسكم يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني مثلا عند هل خذها زي انها موس فيوس. ما اتوقع اعطاني عندك. لا لا انا اموري زين. انا اموري زين. عندك لا لا ما عندي شيء. اموري زين. ايه ترى كويس. ابدا انا يا كندرا والله انا ما في شيء. ايه ابدا انا اموري طيبه. ايه الو يمكن واحد منكم فيه. لا انا مضبوط. الو والله كلنا مضبوطين. سولف هو بس. المهم نرجع للموضوع. ان جاطن عاد وش نسوي؟ طيب اسمع شوف. جاطن مو بنداء. بعض الناس عندهم طقوس. تبون يبدأ بالجواب عشان تفهمون مني تجاوبون ولا فهمت السؤال؟ بس فاهمين السؤال وتبي تجاوب عادي. لا لا خلنا ببدأ من عنده بالصباح. طيب وش طقوسكم يوم الجمعة؟ طقوس يوم الجمعة طال عمرك. والله شوف أنا يوم الجمعة طال عمرك. طقوسكم بالعائلة. أي أدري. طقوسك أنت بحد ذاتك. شوف جمعة عن جمعة تختلف. كيف؟ نصلي نقوم تقريبا الساعة 10 زين يكون فيه كبدة شوي لحم قلقل والله صدق زين. تقوم يوم متى؟ الجمعة تقوم متى؟ 10. ها من اللي يسوي كل شيء جاهز ترى يجهزونها الأهل وذا. احنا اللي نسويها يا شباب. انا عماني يجون. طبعا انا بحايل ما عندي عيال عم كبري كلهم صغار. حلو. نقله وذا الين ما يجي تقريبا قبل وناكل وهذا على بال هذا نصلي نروح نصلي المسجد زين. بعد ما نخلص الصلاه نروح طال عمرك الحراج الخبول يقولوا اللي عندنا زين. يقول الحراج الخبول كذا هو اسمه صدق والله. بدون يجوز هالجن بلدي احس بدون صدق والله صدقينك مره. اي نروح هناك ناخذ فره ونرجع طال عمرك مقابله سوق الخضره اللي هو الكبير. ناخذ من سوق الخضره اغراض لو ما بس كذا نم ناخذ لازم. وبعدين نروح البيت مره ببيتنا مره ببيت عمي مره الحاره كلها جماعه فهمتني. حاره كامله كلها جماعه. بعض الاحيان ابوي يمر بالشارع يلقى فلان فاتح قلطنا عنده فهمت قصدي. اي والله ونجلس نسولف ابو نص ساعه كذا هم رجعنا البيت هم جلسنا هذا. بعض الأحيان أنا ما أروح عاد أجلس بالبيت. موضوع حلو لكم تفضل. الطقوس طال عمرك بعض الأحيان هذا ظهر موضوع إيه بعد لا مطول مطولين فيه. إحنا موضوع طول عمر كل واحد يعلمنا الطقوس يوم الجمعة. طيب دقيقة بس الله سم حسين متضايق متأثر يقول أنت كل شوي الشغلة عندك. لا 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 قد فلكتها قبل شوي والأمور زين. حسين شوف شيك حسين يا رب إحنا على موضوع يلا عندكم سالفة ولا لا؟ قلت لك شيء كاسي يمكن الطندي يعني وخر انت الكلام عندك مصر. عندك يا فيصل ما فيه ايوه تعال تعال يا تعال تعال عايض عندي هاي والله ابغى الشمس والله تجي ابغى الشمس طيب الشمس هنيه ابغى الشمس الشمس هنيه تعال انا بجي جنب حاط. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نطول بعمره يلا نتحفظ خلاص بصباح ميسي عندكم الدور. طيب ابو فارس اسلم خالد احنا طول عمر اقول لعيال قبل شوي جيت اقول تونا مصلين العصر والوقت هذا وقت ذكر وهدوء شفت. فانا سالت العيال سؤال قلت كل واحد من المنطقه وبنشوف التضاريس والطقوس. اول قلت سلطان يا طول عمر من حايل شفت وانت طول عمر من الجنوب وتركي من وادي الدواسر وانا من القصيم
وابو نياف من الطائف. بس ابو لا تربطها بالمدن، كل واحد وعايل ما له دخل يعني. المدن لها دور كبير. صل على النبي، صل على النبي، خلي خلي الحوار هادي ما تقاطع. انا انا بقول شوف شوف من عبد الملك ما انا عايض الرجال استرسل. احنا باسترسال البسيط المفيد. وش طقوسكم يوم الجمعه كعائله؟ تمام، او تقول مثلا طقوسك. الله يحييك ابو حس. الله يسلمك. الطقوس يا طول العمر انا بحكم عملي عندي الجمعه اوف، حلو، فافرغها للعائله. عرفت الوالد والوالده الله يحفظهم. الله يطول عمرهم. وهم اللي متفضلين علي، ماني باللي متفضلين علي. طبعا نصلي الجمعه فطور من الصباح. انا ابن انا عني انا ترى رجل ما احب الافطار، ما احب الافطار، احب وجبه الغداء. فنتغدى والفطور اللي سويته اليوم بنعلم لك. هلا هلا هذا السحور. خلي الوضع الربع، خلاص شوف واحد حقه بس. إيه؟ عادي يا اخي، ريالتي ريالتي مريتي. نعم داوى ساهه. فانتغدى يا خلق الله. ثم بحكم يعني عندنا في الجنوب عندنا فيه نسميها الصلاه وفي تامه. الصلاه هذه وش هي؟ اللي هي ابها خميس مشيط والامور هذه كلها. ايش نسوي الحين مثل ذا الوقت في اوقات البرد؟ ننزل في ننزل تامه. تامه تامه حقت عبد الزهران اللي هي لا لا اي كل هذيك اللي هي مثلا يمكن سمعتوها على جيزان. ايه الدرب. ايه الحريضه. الفطيحة. طبعا تنزل من برد قارس الى جو معتدل براد هواء منعش امطار. يعني جوها في الشتاء شيء عجيب. نروح للبحر نجلس جلسة بحرية نتعشى. هذه اغلب أو يعني الاوقات اللي ليوم الجمعة. سلامتك بخصوص السلام. حاتم 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 قم يا عاي. كم طقوسنا الجمعة انه طويل العمر. طبعا الفطور ما في ما نعترف به فطور. لا قوم صلي الجمعة. عندنا غداء اللي هو غدا الجمعة. كل جمعة عند واحد من الجماعة غدا. ما شاء الله. هنا ونجتمع الشيبان والعيال كل جماعة عند واحد. شيبان ونوم. شفت أنت؟ عقب ما أنت غديت ولا ما خلص أصلي العصر كور.